طلابنا الأعزاء، هذا الجزء الأخير من سلسلة محاضرات الخاصة باستخدام جون ستيبل لحساب قيم الستريسز والسترينس. الخطوات اللي شرحناها بالعرض الأخير راح نطبقها باستخدام المثال رقم 12 صفحة 71 بالكتاب. المثال عندنا given the three layer system shown in figure 230. Figure 230 عندنا واضحة صورته أمامنا بالسلايد. With A equal 4.8 inch. الـ A اللي هي نصف قطر المساحة اللي تمثل contact area بين اللود برشر والسطح التبليط. الـ Q مقداره 120 PSI. وهنا احنا ننبهنا في حال إذا كان اللود معطى بصيغة باون نحتاج نحوله إلى برشر بتقسيم مقدار اللود على الأريا، لكن هنا معطيناه بصيغة برشر. ال H1 اللي هو الثيكنس للطبقة الأولى 6 إنج، هو واضح أيضا بالرسم. ال H2 اللي هو الثيكنس للطبقة الثانية أيضا نفس المقدار 6، لكن مش شرط نفس المقدار طلاب، يعني احنا دائما ننتبه من نحل الأمثلة الأرقام المتشابهة، يعني ننتبه مرات استخدامها، مثلا نستخدم 6 على انها H2 فانت تتوقع انه هاي لازم تكون ثابتة ل H1 و H2. احيانا مثلا نستخرج حاصل قسمة H1 الى H2 يطلع 1، فتفترض انه هو حيكون 1 في كل الحالات، فبس احنا ننتبه هنا هذه حالة بها ال H1 و H2 الثيكنس متساوي. منطين أيضا للطبقة الأولى مقدار الإلاستيك مودلس الـ E1 400,000 PSI. الـ E2 للطبقة الثانية 20,000 PSI. والـ E3 للطبقة الثالثة 10,000 PSI. المطلوب Determine all the stresses and strains at the two interfaces in the axis of symmetry. فإذا مطلوب حساب قيم السترينز والستريسز at the axis of symmetry، وهنا طبعا ما حدد لي شنو stresses، لكن قال all the stresses اللي خصوصي ب sigma z1 و sigma z2 باعتبار عندنا طبق ثلاث طبقات، يعني اكو عندنا two interfaces، وايضا sigma r1 sigma r2 و sigma dash r1 و sigma dash r2 اضافه الى strains. يعني strains اللي راح يكون عندنا epsilon z1 epsilon z2 epsilon r1 epsilon r2 epsilon r dash و epsilon r dash. ننتقل الى حل السؤال. عرفنا احنا بشرح خطوات استخدام جون ستيبل لاستخراج قيم الستريسز وثم حساب قيم السترين. اول خطوه هي حساب المتغيرات اللي نحتاجها كمدخلات في جون ستيبل، وهي K1, K2 و A capital و H capital. فبالنسبة لقيمة K1 عرفنا انه هي حاصل قسمة الـ E للطبقة الأولى على الـ E للطبقة الثانية، يعني هي E1 إلى الـ E2. وعندنا هنا الـ E1 هي 400,000 PSI والـ E2 هي 20,000، فحيكون عندنا الناتج K1 يساوي 20. أما بالنسبة للK2 فحيكون هو حاصل قسمة الـ E للطبقة الثانية على الـ E للطبقة الثالثة اللي هي 20,000 على 10,000، فحيكون عندنا الناتج هو 2. فصار عندنا هسه قيمة K1 20 وقيمة K2 2. يبقى عندنا قيمة A capital وقيمة H capital. قيمة A capital حيصار عندنا هو الراديوس اللي هو 4.8 على الثيكنس للطبقة الثانية. للطبقة الثانية هنا انتبه طلاب اللي هي 6 ويساوي 0.8، يعني إذا احنا منطينا الطبقة الأولى مختلفة الثيكنس مالها على الطبقة الثانية راح ناخذ الثيكنس الطبقة الثانية. هنا ننتبه. أما بالنسبة للكابيتال H فهي حاصل نسبة قسمة الثيكنس للطبقة الأولى على الثيكنس الطبقة الثانية وحيساوي عندي هنا 1. هسه عندنا المدخلات اللي حنستخدمها بالتيبل جاهزة حتى نروح للتيبل ونحسب الستريس فاكتورز. هذا التيبل عندنا، ورح نبدي هسه بأول خطوة هي تسقيط قيمة K1. الK1 عندنا 20، فحنروح على الK1 الجروب الثاني من الK1 اللي هي 20، ثم هنا رح نحتاج إلى نعرف قيمة capital H اللي هي حسبناها 1.
فحنروح على كولوم الاول نعين اتش 1. هسه عندنا الكابيتال اتش 1 مقابله عندنا بالكولوم الثاني قيمه الكي 2 اللي هي مره 2 او 20. فايهما نختار؟ راح نختار الاثنين. نحن بالحساب حسابات عندنا حسبنا كي 2 يساوي 2. ثم يبقى عندنا الكابيتال اي اللي حسبناها 0.8، ونروح على الصف الرابع تحديدا اللي ب كابيتال اي يساوي 0.8. فاذا حصير الستريس فاكتورز هي وينها؟ هي بالصف الرابع تحديدا بالجروب التابع للكي 1. هذه هي القيم واللي هي كالتالي: زد زد 1 يساوي 0.12173، زد زد 2 0.05938، زد زد 1 ماينس ار ار 1 يساوي 1.97428، زد زد 2 ماينس ار ار 2 يساوي 0.09268. هسه ستريس فاكتور صار عندنا جاهزة، استخرجناها من الجدول، راح نستخدمها لحساب الستريسز. إذا الخطوة الجاية هذه القيم الستريس فاكتور اللي حسبناها راح نستخدمها لحساب الستريسز، وهي راح نبدي بالتالي اللي نبدي من السيجما زت 1 اللي هي الفيرتيكال ستريس بالانترفيس نمبر 1 اللي هو اللير نمبر 1، حيساوي ال 120 اللي هي البي بالمعلومات السؤال 120 مضروبة في الزد زت 1 اللي هي 0.12173، الناتج عندنا 14.6 بي اس اي. السيجما زد 2 اللي هي الفيرتيكال ستريس بالانترفيس نمبر 2 راح يساوي البي اللي هو 120 مضروبه بزد زد 2 اللي هي 0.05938 وحتساوي 7.12 بي اس اي. بالنسبه هاي الفيرتيكال ستريسز، بالنسبه للراديال ستريسز تتذكرون قلنا حتى نحسبها راح نحسبها عن طريق حساب اولا السيجما الفرق بين سيجما زت 1 وسيجما ار 1. فعندنا الفرق بين سيجما زت 1 وسيجما ار 1 راح يساوي الزد زت 1 ماينس ار ار 1 مضروبه بالبي، فالبي عندنا 120 والفرق بين زد زت 1 وار ار 1 هو 1.97428، يطلع الناتج 236.91 بي اس اي. بالنسبه للسيجما ار 2 بنفس الطريقه راح نحتاج نحسب الفرق بين سيجما Z2 وسيجما R2 واللي هو حيساوي البي اللي هي 120 مضروبة في الفرق بين ZZ2 والRR2 اللي هو 0.09268. طبعا لحساب قيم السيجما R1 وسيجما R2 هذا الناتج نطلعه اللي هو مثلا بالنسبة للسيجما R1 الناتج طلعناه اللي هو 236.91، ونطرح من عنده سيجما Z1 اللي هو 14.61. وبالنسبة للسيجما R2 الناتج اللي حسبناه اللي هو 11.12 راح نطرح من عنده 7.12 اللي هي سيجما Z2 حتى يطلع الناتج، وهذا حنلاحظه بالخطوة القادمة أو بإحدى الخطوات القادمة. هسه عندنا النتائج اللي حصلناها حنستفاد من عندها حتى نحسب الراديال ستريسز at the top of the layer اللي هي نسميها سيجما داش ار 1. فحتى نحسبها نحتاج نحسب الفرق ما بين سيجما زت 1 وسيجما داش ار 1، وايضا الفرق بين سيجما زت 2 والسيجما داش ار 2. فبالنسبه للفرق بين سيجما زت 1 وسيجما داش ار 1 هو حيساوي السيجما زت 1 ماينص سيجما ار 1 اللي كان ناتج مالته 236.91 هاي من الخطوه السابقه، ونقسمه على الكي 1 اللي هي 20، يطلع الناتج 11.85. وايضا حتى نحسب السيجما داش ار 1 راح نطرح مقدار السيجما زت 1 من هذا من 11.85 حتى نحسب الناتج النهائي للسيجما داش ار 1. بالنسبه للسيجما داش ار 2 اللي هو الراديال ستريس at the top of layer 2 فراح يساوي سيجما داش ار 2 at the top of layer 3. فعندنا الفرق ما بين سيجما Z2 وسيجما داش R2 راح يساوي الفرق بين سيجما Z2 والسيجما R اللي هو 11.2 مقسوم على ال K2 اللي هي 2، يطلع الناتج 5.56. وأيضا نفس الطريقة نحسب السيجما داش R2 من حاصل طرح السيجما Z2 من 5.56. هسه نجي نحسب السترينس.
حتى نحسب الستريانس يحتاج ايضا نحسب السيجما، يكون سيجما زد عندي موجود السيجما ار، والسيجما ار طبعا بالبوتوم راح يكون هو سيجما ار 1. اذا نقول at the bottom of layer 1 معناته نحتاج سيجما ار 1، فعندنا سيجما ار 1 راح يساوي ال 14.6 اللي هي سيجما زد مطروح من عندها مقدار الفرق اللي هو 236.91 اللي حسبناه من الخطوة السابقة، طلع عندنا ماينص 222.3. طبعا هنا إشارة سالبة على دلالة على أنه تنسايل مو كومبريشن يعني. ثم نستخدم سيجما R1 لحساب مع قيم سيجما Z1 لحساب الانفعال السترين بالطبقة الأولى، فحدنا سيجما Z عفوا إبسلون Z وإبسلون R. الإبسلون Z هو رح يساوي الفرق ما بين سيجما Z1 وسيجما R1 اللي حسبناه بالخطوات السابقة اللي هو 236.91، ونقسمه على الـ E1 اللي هي 400,000، طلع ناتج 5.92 في 10 أس ماينس 4. أما بالنسبة للإبسلون R فرح يكون نصف مقدار الإبسلون Z. إحنا مثل ما أخذناها من شرحنا من وصلنا للسترينز قلنا إنه الهوريزنتال سترين راح يساوي تقريبا نصف الفيرتيكال سترين، فلذلك عندنا راح القيمة هي 2.96 في 10 أس ماينس 4. At the top of layer 2 إحنا بالنسبة للطبقة الأولى بالبوتوم حسبناها بالtop of layer 2 عندنا السيجما زد هي نفسها السيجما زد بالبوتوم اوف لاير 1 باعتبار هو انترفيس 1، هذا انترفيس 1 اللي هو الفاصل ما بين لاير 1 ولاير 2، فالسيجما زد راح يكون نفسه اللي هو 14.6. اما بالنسبه للراديال ستريس راح ناخذ السيجما داش ار 1، سيجما داش ار 1 هو ات ذا توب اوف لاير 2، فهنا نحتاج نحسب سيجما داش ار 1 من حاصل طرح الفرق اللي حسبناه بالخطوات السابقة اللي هو 11.85 من سيجما Z1 اللي هي 14.61، يطلع الناتج 2.76. ثم نستخدم السيجما Z1 مع سيجما Z داش R1 لحساب السترين، فالسترين عندنا السترين Z اللي هو الانفعال العمودي راح يساوي الفرق ما بين سيجما Z1 وسيجما داش R1 على الـ E 2. هنا رح ناخذ الاي للطبقة الثانية اللي هي 20,000، فيطلع عندي الناتج 5.92 في 10 أس ماينس 4. وأيضا نفس الشيء السيجما ار رح يكون هو نصف قيمة الابسلون زد اللي حيطلع 2.96 في 10 أس ماينس 4. هاي بالنسبة للبوتوم اوف لاير 2. هسه احنا الانترفيس 1 خلصنا، هذا الانترفيس 1 اللي هو بوتوم اوف لاير 1 ان توب اوف لاير 2. هسه نجي الى الانترفيس 2. At the top at the bottom of layer 2 عندنا معناتها راح يكون الفيرتيكال ستريس هو السيجما Z2 والراديال ستريس هو السيجما R2، فسيجما R2 هو حاصل طرح الفرق ما بين سيجما Z2 والR2 اللي هو 11.2 من 7.1 اللي هو سيجما Z2، فيكون الناتج عندي ماينص 4. وحتى نحسب السترين فرح نقسم الفرق على ال 20,000 اللي هي إلاستيك مودلس للطبقة الثانية، طلع عندي ناتج 5.56 وعليه الانفعال الأفقي حيكون نصف هذه القيمة. توب أوف لاير 3 هنا رح يكون الستريس هو الفيرتيكال ستريس هو سيجما Z2، اما الراديال ستريس فهو سيجما داش R2، والإلاستيك مودلس هو الطبقة الثالثة اللي هي 10,000. فبنفس الطريقة نحسب السيجما داش R2 ونحسب الانفعالات. طلاب استهنا وصلنا الى نهاية حل المثال لتطبيق طريقة الجون تيبلز. ان شاء الله نلتقي وياكم بمحاضرة قادمة لتطبيق طريقة ثانية، طريقة بيتيت تشارلز لحساب ستريسز والسترينس.
نتمنى لكم الصحة والعافية ولكم كل التوفيق.